النهارده هنوريكم ازاي بنجمع الشعله بتاعه الغاز. طبعا الحاجات دي اللي بتيجي مع شعله الغاز بيجي معاها الشعله، بيجي معاها مشترك الغاز، بيجي معاها سنسور الغاز، بيجي معاها المكنه اللي بتدي الاشعال، وبيجي معاها الادابتور. لكن طبعا الترموستات ده حسب الطلب، يا بتطلبه معاها يا بيجي لوحده، يا اما انت بيكون عندك ترموستات تتوصل عليه. تمام، هنوريكم ازاي النهارده طريقه تجميع عشان الناس اللي بتاخده متفكك يقدر يجمعه ازاي. تمام، اول هام في عندنا حاجه اسمها، دي اسمها الفلانجه. الفلانجه دي يا جماعه ما بتتباعش لوحدها، يعني انا عندي ما بطلعهاش لوحدها، لان انا ما تعرفوش احنا بندوخ ازاي عشان نجيبها ونحصل عليها. تمام، اللي عايز يجيب من بره، عايز يقول لي من بره يجيب من بره بعيد يطلب الفلانجه، انا ما بطلعش الفلانجه لوحدها، يعملها يروح مخرطه، يعملها في مخرطه. تمام، الفلانجه ديت اللي بتجمع الجزء بتاع الاشعال مع مشترك النار. تمام، من غيره مش هتعرف تجمعه، الا هتضطر تجيب الجزء اللي هو بتاع الميه اللي هو بين ده وبين ده، بس طبعا ثمنه غالي جدا، تقريبا حوالي ب 750 جنيه، بيوصل ل 1000 جنيه. تمام، فطبعا سعره غالي جدا، ده دي تقريبا مش عارف ب 300 تقريبا، موجود على الواتس مع المجموعه مش عارف 300 او 350 حاجه زي كده، مش فاكر بالظبط ثمنها كام. تمام، لانها يا جماعه يعني صعبه تصنيعها، مش سهله يعني. والالمونيا كمان غاليه جدا، دي المونيا بيور، خام بيور، مش المونيا مسابك. تمام، هنوريكم النهارده بنجمع ازاي. هنا هو بيبقى جاي مع المجموعه دي جوانين، جوان كبير وجوان صغير. الجوان الكبير بتاع السنسور، الجوان الصغير اللي بيجمع ده مع ده. تمام، ده مع ايه، بيت النار ده. احنا عندنا هنا اهو، في هنا اهو جوان كمان، في جوان كمان هنا ناقص، بيجي معاه كمان اللي هي الجوان ده، بيجي مع الطقم برضو اللي هو اللي بتوصل عليه الغاز، اللي هو عشان يقفل لك الغاز هنا. تمام، احنا بنيجي هنا اول نقطه، ده هنا هو عندنا هنا في جنبين، في الخرمين واسعين. تمام، وفيهم خرم هنا في النص. تمام، ده بتاع بيت الغاز، بتاع مشترك الغاز. وفي الجنب الثاني اللي هو فيه خرمين هنا اهو، خرمين ضيقين مع الخرم اللي في النص، ده بتاع شعلة الغاز. تمام، فطبعا ده هنا بيتجمع، ده بيتحط هنا تحت، وده الثاني بيتحط هنا فوق، فهنوريكم ازاي بيتجمع. تمام، اول حام دي طبعا لازم نخرمها، طبعا هي ما بتجيش متخرمه، انت لازم بتخرمها عندك. تمام، فبنحطها كده، وبعد كده بالمفك بنعلم مكان الخرمين. تمام، علمنا هنا مكان الخرمين، بنيجي بقى طبعا الكلام ده اللي بيعمله الصنايعي، مش احنا اللي بنعمل الكلام ده، او اللي بياخدها من عندنا كده متجمعه، بتيجي هنا اهو، بيقوم بيبقى مذنبها كده اهو. تمام، دي عشان يعدي الغاز، يعدي المسمارين دول، يعدي المسمارين دول. بعد كده اهوت بنبل الجزء ده كده ميه عشان يعلم معانا هنا اهو، تعرف المقاس فين، بنبل كده ميه ونضغط عليها، فبيدينا مكان الخرم اهو، بان في النص اهو، ده مكان الغاز. يبقى دي كده، دي نظام تخريمها. تمام، دي اللي هيبقى هنا كده. تمام، بعد كده يجمع دي كده اهو، ايه الجنب التاني، تمام، بنطلع المسمار كده بتاع الجنب التاني، الجنب التاني المسمار ده بيربط ده وفي نفس الوقت بيربط ده.
الجوان كان هنا وقت مثلا. بنحط المسمار زي ما قلنا كده من تحت، ساعات بيبقى بس فيه ريش بيمنعه شويه. تمام، ده المسمار اهو. بعد كده بجيب بيت الغاز ده، تمام، بيت الغاز بحط هنا الجوان بتاعه هنا كده، وبعد كده ببدا احط المسمار وابدا اربط. طبعا مشكلة ان انا شغال لوحدي، فايه انا يعني ايه مش متملك. بعد كده بحط المسمار التاني، اهم حاجه طبعا وانا بربط بخلي بالي من الجوان ان يكون داخل مكانه. ملحوظه يا جماعه، المسامير ما تجيش مع المجموعه، المسامير انت بتجيبها عندك، ولو عوزتها ممكن بتطلبها، بس يعني دايما بتبقى مش متوفره عندنا. يعني المسامير انت بتجيبها، دي مسامير 4 مللي بتجيبها حسب بقى الاطوار، كلها 4 مللي، يعني كل المسامير هنا 4 مللي. لازم تربط هنا وبعدين تربط هنا، هنا وهنا، عشان يبقى الكاوتشه مضغوطة من الجنبين، ما يبقاش مضغوطة من جنب واحد، ما تربطش من جنب واحد مرة واحدة في معسل الجوان، يوم ممكن يوم بايظ. تمام يا جماعة، كده المفروض الشعلة اتجمعت. بعد كده عندنا بقى في جوان التاني ده بيتحط هنا كده اهو، بعدين بيتحط السنسور بيخلي السلك كده لبره، وبعدين بنقوم رابطين مسمارين بتوعه. برضو يمين وشمال، ما تقرطش من جنب واحد عشان الجوال ما تعصرش من جنب. تمام يا جماعه، كده الشعله اتجمعت. هي المشكله كلها في تجميع الجزء ده، بعد كده الباقي كله سهل. تمام، بعد كده الباقي كله سهل. عندنا بعد كده اهوت طريقه بقى التوصيل. بنجيب اللي هو كنترول، في ناس بيسموه كنترول، في ناس بيسموه البطاريه، في ناس بيسموه المكنه، في ناس بيسموه الاشعال الذاتي، كل واحد بقى ايه حسب منطقته. في عندنا هنا هو الثلاثه، اثنين قصيرين وواحده طويله. الطويله دي حطها هنا اهو على اليمين، تمام، وبعدين تاخد اللي جنبها بتاعه الاشعال الذاتي تحطها جنبها. بالنسبه لي انا على الشمال، بالنسبه لكم انتوا لو من الكاميرا من قدامي على اليمين.
ديت لو الارتفاع بتاعها عالي قوي، عاملها عالية قوي ومهدي النار وما بتسخنش، هتلاقي الشعلة بتفصل. تمام؟ تلاقي الشعلة بتفصل. فهي اهم حاجة ديت هي اللي بتحس ان في نار، فتفضل فاتحة الكهرباء وفاتحة الغاز. تمام؟ تخلي بالكم النقطة دي يا جماعة، عشان في ناس بعد ما هو بيشتغل بيبقى موطي دي خالص او معليها خالص، فما بتاخدش الاشعال بتاعها مظبوط والسخونيه بتاعتها مظبوطه، فما بتحسش بالاشعال، بتقوم فاصله، فيرجع بعد ما النار تولع، يقول بعد ما النار بتولع بتقوم طافيه. تمام؟ بتاعه الاشعال بتركب قدام البنز ده، ما تركبهاش هنا، قدام البنز ده، يعني الاثنين بيبقوا جوه. تقرطش جامد عشان ده فخار ما تتكسرش. تمام كده احنا خلصنا الاشعال. بعد كده اهو في عندنا هنا اهو الارضي بتاع الاشعال، الارضي بتاع الاشعال يتربط باي صاموله، اي صاموله هنا اهوت في الجسم. احنا بنفك ده كده، اي صاموله، مش لازم ان انا بربط فيه، اي صاموله في الجسم تربطها فيه عشان ايه؟ ياخد الارضي بتاع الاشعال. تمام كده خلصنا هنا. بعد كده عندنا هنا اهو في واحد طويل وواحد قصير، واحد طويل اتنين طويلين اتنين اهم، قصير ده بتاع الكهرباء، الطويل ده بتاع المفروض فيه حساس، بيبقى سنسور في السخانات فوق عشان يحس بالسخونيه عشان يفضل فاتح غاز. لو الاثنين دول مش لامسين بعض مش هيشتغل، دول لازم توصلهم ببعض. انا هحط ده كده بس كده ايه مؤقتا. تمام؟ انا بعمل لهم عندي ترمله بس انا هحطهم كده مؤقتا. تمام؟ الاثنين التانيين دول بيوصلوا بالادابتور. تمام؟ بيوصلهم بالادابتور. معانا الادابتور احنا بنبعت لك الادابتور، طبعا مش لازم نفس الشكل ده عشان الاشكال بتتغير حسب اللي بنلاقيه. تمام؟ اهم شيء هنا اهو عندنا هنا اهو السلك ده فيه واحد اسود وواحد الوان، اي لون اصفر او اي لون. الاسود لازم يبقى مع الاسود، الاسود لازم يبقى مع الاسود، لو قلبت مش هيشتغل. لو قلبت مش هيشتغل. تمام؟ طبعا انا وقت انا بجرب انا بحط ترامل، انا ما بسلمش كده، انا بس بايه بعمل عشان اجرب لك. ممكن يشتغل كده يعني عادي، بس انا بالنسبه لي انا بركب ترامل، اللي بخرجه من عندي بركب ترامل. هو كده لمسوا بعض كده، كده خلاص كده الكهرباء المفروض اشتغلت، الاشعال الذاتي اشتغل. عندنا هنا اهو بقى في هنا اهو سوكت اسود بيخش في الاسود ده وما بيخشش مقلوب، لو مقلوب مش هيدخل. تمام؟ ما تحاولش تدخله بالعافيه مقلوب. تمام كده عندنا الادابتور هنا كده اهو، هنوصل اهم شيء اتاكد انه 3 فولت، لو اعلى من 3 فولت البطاريه دي اتحرقت. قبل ما تحط اي ادابتور تشغله 3 فولت، اعلى من 3 فولت ده طار منك، ده طار اتحرق. كده شغال اهو، بيدي اشعال ذاتي اهو وشغال.
تمام. بس احنا طبعا لسه ما وصلناش الغاز، هنبدا الترموستات. هو كل حاجه اللي بيعملها عشان دي الشعله دي تشتغل لازم الترملتين دول يلمسوا بعض، يعني زي ما احنا شايفين كده اهو. نفتح الغاز يعني شوف دي كده اهو. بس هو الترموستات لو هتوصل له اي ترموستات هيوصل الاثنين دول كده ببعض كده اهو، هتشتغل هيفصل هتفصل، هي كده اوتوماتيك. طبعا الترموستات هو اللي بيديها، اول ما بيديها الحراره بتنزل بيقوم فاتح لها الغاز، هتقوم بتقوم مولعه اوتوماتيك زي ما احنا شايفين كده اهو، بتولع اوتوماتيك تمام. اول ما الترموستات هيفصل هتقوم فاصله اوتوماتيك. نوصل الغاز اقفل وهات المفروض. بعد كده هنبدا عندنا هنا اهو، عايزين نوصل عايزين نوصل الترموستات على الجهاز عشان يشتغل تمام. الترموستات ده تمام، ده طبعا يفضل للشعلات لانه 12 فولت، ممكن تشغله ببطاريه، تجيب بطاريه 12 فولت تمام زي بتاعت موتوسيكل ولا حاجه كده 12 فولت، وتشغل عليه شعله والنور قاطع، لو النور عندك بيقطع تشغله عليه. والتاني بتوصله على على بطاريه 3 فولت اللي هي بطاريه تورش 3 فولت بيشتغل تمام. بيجيب انت هنا اهو بالنسبه لل اللي هو الشاحن اللي هو ده اهو تمام، بيكون انت جايب بطاريه علبه بطاريه 3 فولت وتحطه في الحجاره وتدخله وتفك ده وتوصلها هنا هيشتغل 3 فولت. او ممكن يجي لك ببطاريه بدل الادابتور ده، يجي لك بعلبه بطاريه بدل الادابتور اذا كنت هتشتغل ببطاريه تمام. يبقى احنا هنا اهو كده اهو عندنا هنا اهو عايزين نوصل على السوكت هنا اهو عشان يوصل على الكهرباء كده. احنا وصلنا الترموستات الاحمر والاخضر هنا اهو على، ممكن توصل في ان في ممكن يجي الترموستات يتوصل الاحمر مع الازرق. المهم انت بتشوف اللي فاتح معاك كهرباء اذا كان الاخضر او الازرق او مع الاحمر، بس الاحمر ده اساسي، الاحمر ده اساسي تمام. عندنا بقى هنحط هنا الادابتور اشتغل، طبعا هو فاتح كهرباء، طبعا ما فيش غاز عندي لان مش موصل غاز كده، فاتح كهرباء بيدي اشعال هيقعد يجرب، ما فيش غاز هيقوم فاصل، هيقوم مفيش غاز هيقوم فاصل، بس هنا فاتح تمام. طبعا ده معمول ده امان عشان لو في مشكله في الغاز يقوم فاصل، حصل مشكله قطع غاز اي حاجه يقوم فاصل. الخرطوم ساب من الخرطوم ساب من الغاز ولا حاجه اتقطع اتفك ولا حاجه يقوم فاصل عشان ما يولعش الدنيا تمام. ده معمول للامان تمام. فطبعا عشان يشتغل لازم تفصل وتشغل تاني، يعني لازم تفصل كهرباء تمام وتشغل تاني عشان يدي اشعال تاني تمام. او لو كنت بيبقى عندك مفتاح، لو انت طبعا موصل بمفتاح بتوصل تاني تمام. دي نقطه عشان تبقوا انتوا بس ايه فاهمينها. طبعا احنا وقت اللي هنا وصلنا الغاز طبعا، بس ما فيش عندنا انبوبه حاليا. لو وصلنا هنا اللاقور ووصلنا الغاز هتفتح وهتشتغل معانا زي الفيديوهات القديمه اللي احنا كنا منزلينها. فدي طريقه توصيل الترموستات ال 12 فولت تمام على الشعله، عشان لو النور قطع بيكون انت مشغلها عن طريق بطاريه، بدل طبعا انت مش هتشغلها بادابتور، هتشغل ده عن طريق بطاريه 12 فولت تمام. وهتشغل ده برضه مش هتشغله بالادابتور، هتشغله ببطاريه 3 فولت تمام. للي عايز يشتغل المكان فيه مناطق ما فيهاش كهرباء فعايز يشتغل بالحجاره يقدر يشغل الشعله اوتوماتيك. عشان دي النظام الترموستات ده مع نظام الجهاز الشعله دي انها بتشتغل، ممكن تشتغل بالحجاره عشان الاماكن اللي ما فيهاش كهرباء او اللي فيها كهرباء بتقطع كتير، وانت عايز الشعله تشتغل اوتوماتيك على الحراره مش على ما تبقاش شغاله كده مباشر والحراره تعلى معاك وتعمل لك مشاكل تمام. يا ريت يكون الفيديو كده عجبكم لطريقه توصيل الشعله وطريقه توصيل الترموستات بيها، ويا ريت يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم فادي البلتاجي من الورشه الفنيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.